كانش بالنسبة لهم ده شافع على الإطلاق، وبالتالي كانت المشاركة النهاردة اللي شايفينها من وجهة نظرهم إنها يعني مشاركة أسفرت عن هزيمة بحالة إعياء، وقال إن الكابتن طارق العشري ما كانش عارف حتى كمان المجموعة اللي كان يختارها في اللقاء. حابب أسمع من حضرتك، أنا لخصت لك المداخلة بالكامل وحابب إن حضرتك ترد على كل التفاصيل، اتفضل يا فندم. طيب دي نقط كتير قوي، خلينا ناخدها نقطة نقطة. اتفضل. نقطة تغيير البروتوكول بتاع المساحات ده احنا اخترنا بيه الأندية من حوالي أسبوع أو 10 أيام بجوابات رسمية لكل الأندية إن بروتوكول المساحات تم تغييره أو تم تعديله، مش من عندنا، مش احنا اللي غيرناه، ده وزارة الصحة وده بجوابات رسمية موجودة وزارة عندنا. الصحة هي اللي أخطرتكم بتغييره، يعني مش منكم انتوا، مش من نفسكم انتوا. طبعا لا تمام. خالص خالص، في الامور الصحيه والطبيه يا استاذ ابراهيم ما فيهاش اجتهاد، تمام لازم تمام بتلجأ لاصحاب الراي والقرار في الموضوع ده وتقول لهم نعمل دي ولا نعمل دي، ولا هم يقولوا لنا نعمل ايه. مظبوط. فاتقال لنا او البروتوكول الجديد هو عباره عن ان احنا بنعمل حاجه اسمها الرابيد تيست او السكاننج اللي هو التحليل السريع لفيروس سي، ومن تظهر عليه اعراض او يحصل شك يتعمل له مسحه. تمام اوكي، تمام وده اللي احنا ابتدينا ننفذه بدايه من الاسبوع ده، ان احنا بنبعت الفريق الطبي يعمل المساحات السريعه، ولو طلع فيهم اي حد ايجابي بنبعت الفريق التاني ان هو يعمل المسحه الطبيعيه اللي كانت بتتعمل قبل كده. تمام. المسحه اللي هي العاديه البي سي ار دي، البي سي ار لو اتعمل، انا يعني انا مش عارف ترجمتها بالعربي ماشي، فبحاول اقول معناها يعني. البي سي ار لو طلعت ايجابي خلاص يبقى ده موضوع فاينل ايجابي، ما نقدرش ننزله الملعب، لو سلبي يبقى خلاص بيقدر ينزل الملعب. ده بالنسبه للبروتوكول. بالنسبه